كابتن اجي لك يمكن التحليل الفني، وكمان انت احد يعني المقربين في الجهاز لكابتن طارق والناحيه الفنيه، كنت بتعمل ايه يعني؟ وضح للساده المشاهدين الاحصائيات وكل لعيب والفرقه، يعني كلمنا الارقام ازاي بتنقلها من الماتش لكابتن طارق. هو انت عارف ان كابتن طارق وهو بيلعب يا كابتن هيثم كان متعب. اه متعب. ومرهق برضه وهو مدير فني. بس لنا. هو عامل، بس كنت بعرف امسكه. اه لا يعني بس هو مرهق فعلا. بس هو عامل حاله بيخليك ان احنا اسره واحده، عيله واحده. صحيح. مهما كان الشغل ولا التعب بتبقى مبسوط وانت بتعمله. احنا كابتن طارق على طول دايما عنده ديفولت كده، الارقام لازم بياخدها كابتن عليا، بتاخدها ما بين كل كوارتر الاستاتستيك العاديه خالص. لكن لازم فرقتنا تتقطع لها الفيديو والفرقه اللي هنلعبها. يعني انت كمان كنت تقطع الفيديوهات؟ اه ما هو ده هو انا لو ما قطعتش الفيديوهات هيمشيني. هو ده اهم حاجه عندي. قول لي تقطيع الفيديوهات ل يعني سيكونس، هل بتقطع دفاعيا؟ احنا عندنا احنا عندنا ديفولت كده فرقتنا. أيوة. اوفنس وديفنس. احنا الديفولت بتاعنا فرقتنا اوفنس وديفنس، ده طول السنه ماليش دعوه انا بلعب مين، ده فرقتنا احنا. الفرقه اللي مين اللي بيسجل لك الماتش؟ في ماتشات مش مذاعه؟ في ماتشات مش الماتشات اللي مش مذاعه انا بصورها. عندنا الكاميرا بتاعتنا، عندنا كل حاجه متظبطه بتاعتنا. احنا بنصورها، احنا اللي انا اللي بصورها وبديله الديفولت بتاعه. بتيجي بقى هنلعب مثلا فرقه اكس ولا حاجه، تروح مطلع باخد اخر ماتشين ليها. لو احنا بنلعب مثلا بيست ولا حاجه، او ماتش لعبت فرقه تانية، ماتش كان حلو فرقه جامده نجيبه. بننقي بقى يعني مثلا لو هنلعب بياخد منك وقت طويل. ده ما انا عشان كده بقول لك هو مرهق، بس هي العمليه هو طريقه التعامل. وبعدين بتنبسط بقى في الاخر لما تلاقيه انا مقطع له الحاجه ومديها له وهو سهران بيتفرج عليها مصر انه يشوف. فانت بتحس ان شغلك حد مركز فيه ومتابعه وبيجيب نتيجه. ده بخلاف بقى انا تقريبا احنا ما فيش لعيبه في مصر لعيبه انديفيدوال ما تقطعلهاش. مش اللعيبه بتوعنا، اللعيبه بتوعنا ده متقطع لهم ديفولت. بتتكلم على الفرق الثانيه؟ على الفرق الثانيه. حافظين ان دي بتعمل ايه؟ لا خلاص، هو كابتن طارق بقى خلاص، هو كمان كابتن طارق عشان جاي من الولاد. في بنات بره النادي الاهلي هو ما عرفهاش كويس، فكانت دي برضو القصه ان احنا لازم يحفظ البنات. وهو كابتن طارق مني في الولاد، انا كنت معاه في الولاد، لازم كل لعيب يبقى ليه حاجته لوحدها، ارقامه وفيديوهاته. لحد هو ابتدى هو خلاص بقى حافظ انه فلانه في النادي الفلاني خلاص ملهاش الا اليمين مثلا، خلاص من كتر الفيديوهات. هي حاجه يعني معرفش، انا اتعودت طبعا عشان انا قاعد مع كابتن طارق بقالي كتير. لا وانت كمان في النادي الاهلي من سنين يا كابتن. لا دي حاجه هو بصراحه يعني حطها في الجهاز وخلانا نصدق كلنا. انا عايز اقول لك احنا 48 ماتش، انا ما فيش ماتش كنت عارف ان احنا هنخسره ولا ماتش. حتى ماتش الجزيره اللي كسبناه 2 بونت، انا قاعد في ناس من الجهاز ابتدت تقلق وانا لا. طب الثقه دي جايه منين؟ هو اللي زقها فيا. ما انا عشان متعود مع يعني تقريبا انا الوحيد اللي اشتغلت مع كابتن طارق قبل كده. انا متعود هو بيشتغل ازاي. وكابتن طارق ده رايي الشخصي يعني من اهدى المدربين الباسكت شفتهم في حياتي. في حياتي مش في مصر. هادي اللاين اللاين هادي يا كابتن هيثم. ماشي. ولما بحب يتعصب بيتعصب، بس هو هادي. طب يا كابتن عمرو شفته بيتعصب؟ لا بيتعصب ساعات. لا لا بيتعصب بيتعصب. وبعدين عمل ما بيننا احنا جهاز حاله غريبه. انا يعني الحب اللي بين اللعيبه بيخلي بالظبط بتنقل من الجهاز للعيبه. طب انت بقى بتقعد تسهر بالليل تخلص شغلك ده وتعمله عشان تاني يوم يبقى جاهز لو طلب؟ انا اسهر اطبق انا وادي له الحاجه هو الصبح يصحى صحيه خدها يتفرج عليها. ما انا عارفك انت القهوه والسهر. اه هنعمل عامل ايه؟ طيب القهوه عشان اكمل. لا هي المشكله اللي بيعاني منها بقى كابتن اكرم السوق بيقوم ايه؟ من وسط النوم. انا كابتن طارق قال لي اعمل كذا في ماتش واحنا نايمين. اكرم دايما اللي معايا في الاوضه. انتوا مع بعض في الاوضه؟ يقوم من النوم يقول لك كابتن طارق قال لي. لا 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 ما هو كابتن طارق بيحترم شغله. اه طبعا الراجل بيحترم شغله. في حاجه نسيت اقطعها هقطعها بسرعه عشان بكره الصبح يبقى الساعه 2 بالليل. بس بيبقى عندك تمرين فانت عايز هو عايز يتفرج قبل ما التمرين يعمله عشان ينفذ عليه. لا هو انا في حاجه عايز احكيها. احنا واحنا بنلعب الجزيره في الفاينل، اول ماتش خلصناه انا لسه ما خلصتش شغله، صحيت وتعبت، كنت تعبان جدا جدا يعني حاله صعبه. كابتن عليا شافتني انت ما تعملش اي حاجه، خدت الشغل هي اللي عملته. الله
الله انت يعني دي انا بتهيالي ده اعلان كده التايتل بتاع ان لا الجهاز ده بقى عيله واحده وده اتنقل للعيبه. فعشان كده ده اللي وصلنا له احنا السنه دي. هي دي الروح يا كابتن، وهي دي بالزبط. اللي وصلتنا ل 48 ماتش بلا هزيمه.